يعني المرض هذا لما بعثنا امين اتصلنا طبعا بالبروفيسور، بروفيسور فريمون يعني لي تري شويه سيمباتيك ويحب يعاون كما يقولوا في الجزائر. عالجنا امين راه يتعالج حاليا، اللي كانت عنده رجله ضخمه نقص حوالي 100 لتر من رجله، وراه لسه ينقص في الفوليوم تاع رجله، وان شاء الله حتى تصبح يعني عادية، يعني حيستمر لمدة 3 شهور. كان في مريض ثاني طلع من قسنطينة وعاوناته طبعا الجمعيات الثلاث هادو ولا الأربعة، وراه يتعالج حاليا. وبعدين البروفيسور قال لي علاش راكم تبعتوا المرضى، ممكن تعالجوهم في الجزائر. قال لي شحال أنا كانت تتكلف كل حالة تروح؟ شحال كانت تتكلف؟ حوالي 3 يعني 20,000 دور أورو على الأقل المينيموم. كما في حالة بوهالي تطلب أكثر، لأن الحالة تاعو يعني مع الأول متقدمة. هنا ليميتي كما يقولوا 50,000 دولار، مي لازم ضروري يدخل في another 3 months يعني تاع علاج، وبعدين بعد آخر 3 months لازم يعمل عملية، ما يقدرش يديروا له عملية ضروري. هذه واحدة يعني بوهالي. بعد بوهالي وبعد الأخ صلاح، البروفيسور صح كلم معايا قال لي ممكن نعالجوهم على طريق زوم ولا تيلي ميديسين لو تكون فريق في الجزائر. والحمد لله يعني الجمعية تاع الشيفا رتبت كلش، وقلت لك راهي تخدم في خدمة يعني جبارة تاع الصح، يعني جابت دكاترة متطوعين، جابت دي بروفيسور كيما مصباح حسين، كيما لا ثيرابيست نادية محمودي، كانت يعني من ضمن الطاقم اللي راهم يعالجوا هاد المرضى في الجزائر بطريقة طبعا مجانية وتطوعية.